أقدم المرافعة التي أشرف بإبدائها اليوم واقع لا يختلف عليه خصوم تلك الدعوة، وقدر جعلنا جميعا على محك فهم أسباب ذلك الواقع، ومن ثم التصدي له بنصوص قانونية جامدة لا تدرك واقعا ولا تستشرف مستقبلا. فذلك الواقع يا سيادة الرئيس هو فشل أزلي صرمدي لا يدانيه فشل ولا يشابه على المتنازعون، فشل ذريع تأكد منذ قرابة العشر أعوام ولا زال يتأكد يوما بعد يوم، من انهيارات أرضية وانفجارات دورية في خطوط أضخم مشروعات نقل المياه العكرة وتنقيتها في الشرق الأوسط بل وفي القارة الإفريقية بأسره، فشل بدأ منذ المراحل التجريبية لذلك المشروع القومي والذي وأده الفساد وليدا بانفجارات وانهيارات تسابق بعضها بعضا لتوكيد ذلك الواقع الفاشل. وها نحن هنا متأخرون نحاكم ذلك الواقع بنصوص متخاذلة لا حول لنا في إصلاحها سوى أن تبث هيئتكم الموقرة من روح العدل فيها إنصافا للحق حتى لا يضيع، فقد وضعت سنون الفساد أوزارها وما زال الأذناب يتشبثون ببقائها، فأكم من مثل هؤلاء يتنعمون من ربح الفساد موقنون من ترهل التشريع ورعونة الإجراءات ومنافذ القانون السخية، متناسون أن للقانون قضاء لا يؤتى له بدم كذب ولا يراوغ في فهم صحيح النصوص. فذلك هو الواقع يا سيادة الرئيس، عنوانه الفشل وأبطاله من الفاسدين المنعمين بالحرية يبتغون بقاؤها بإغداق مالهم الحرام. أما عن القدر فهو محنة ذلك الاختبار الصعب في التصدي لفساد ذلك الواقع، فإما أن نعطي ذلك البلد حقه، إما أن نكون لبنة هشة وضعت قهرا في بناء الفساد، فساد نهش من قوت ذلك الشعب 3 مليارات من البنيات. وإني أعلم يا سيادة الرئيس كما تعلمون أن ذلك الرقم لم يسمع من قبل كحساب الفساد، فهو رقم لأعمار نجوم اندثرت وحصيلة لحسابات رياضية وفيزيائية لتقدير عمر الزمان، رقم فلكي غير مألوف. تعالى للقول أنكم اليوم بصدد نظر قضية الفساد الكبرى، لا لشخوص آثميها ولا لحيثيات أباطرة الفساد فيها، بل لذلك الجرم